احنا المره اللي فاتت شرحنا عن ايه الصحه والعباره. حتى بالعباره لما احنا عملنا صفحه اسمها فيرست بيج، هي فيرست بيج عشان نفكركم بس بالموضوع، كانت ايديت بلاش ايديت، هنفتح الفرونت بيج ممكن نقول مثلا توجل ويز من نود باب. كنا شرحنا اهم العناصر بتاعت الاتش تي ام ال بتبقى ماشيه ازاي، وبتبقى كل واحده عباره عن ايه. قال لك والله في البيز اتش تي ام ال لازم اكتبه، وبعد كده البادي، وبعد كده خدنا ايه اشهر الاوامر اللي احنا بنقدر نتعامل معاها. طيب دلوقتي انا عايز اعمل ايه؟ دلوقتي انا عايز اخش في موضوع تاني. دلوقتي احنا فتحنا عملنا فايل جديد، عملنا نيو عشان نعمل صفحه اتش تي ام ال، عملنا تكست، وانت رايح فتحه وانت رايح كاتب فيه الاول. طبعا افرض انا ناسي الامر، افرض انا مثلا ناسي الاتريبيوت اللي بياخده الامر، ناسي مفيش اوتو كومبلين. طبعا انا كتبت اي حاجه مفيش حاجه هصححها، عشان كده بلجا ليه بقى؟ بلجا للنيت بيز. بلجا لمين؟ للنيت بيز. تعالى نشتغل على النيت بيز. انا عايز اعرف ازاي اعمل ويب ابلكيشن للنيت بيز، ازاي اعمل صفحه اتش تي ام ال اللي انا عملتها عاديه دي انا عايز اعملها بالنيت بيز، ازاي النيت بيز يقدر يساعدني في الموضوع. دي الجزئيه الثانيه او الحلقه او السيشن النهارده بتتكلم عن الموضوع ده، زائد حاجات ثانيه هنتعلمها. تعالى نعمل كليك يمين نيو بروجكت، ما اقولوش جافا، امال اقول له ايه؟ جافا ويب. اقول له جافا ايه؟ ويب. وبعد كده ويب ابلكيشن. معايا يا جماعه؟ طيب. وبعد كده اقول له نيكست. وبعد كده اقول له ايه؟ نيكست. ويب ابلكيشن تعالى نسميه مثلا اي اي ابلكيشن. تعالى نسميه اي اي ايه؟ ابلكيشن. طيب. وبعدين نقول له نيكست. وبعد كده خد بالك من الكلام ده، دي حاجه لسه هنشرحها. بيقول لك ايه؟ الويب ابلكيشن ده هيشتغل على سيرفر ايه؟ ايه السيرفر ده؟ دي حاجه لسه هنقولها ان شاء الله. بس انا خد بالك عشان لما اجي اشرحها تبقى فاكر انا قلت ايه؟ هختار حاجه اسمها اباتشي. هختار حاجه اسمها ايه؟ ايه السيرفر دي؟ هو مش كان قبل كده يقول لي مثلا اسم الابلكيشن ولا اسم البروجكت ويبقى كده خلاص؟ قال لك لا، في الويب ابلكيشن، الويب ابلكيشن في حاجه خصيصه للموضوع ده، بيقول عليها ايه بقى؟ السيرفر. وعلى ايه؟ السيرفر. طيب انا اخترت ايه؟ اباتش. لو انت ما اخترتش ما ينفعش اختار، لازم اختار واحد فيهم. ليه؟ السيرفر ده بيعمل ايه؟ عباره عن ايه اللي احنا نعرفه؟ طيب وبعدين هنلاقي حاجه اسمها كونتكست باس. طبعا بتاخد باي ديفولت اسم المشروع ايه؟ بتاعي اللي هو اي ابلكيشن. ماشي ايه قبل كده ممكن تغيره ما يجراش حاجه. فتعال غيره، هخليه مثلا ابراهيم الاتباع. بس خليك فاكر بقى ان انا غيرت حاجه كونتكست ايه؟ بعد كده اقول له نيكس، بعد كده اقول له فينش. هيقول لك قول لي ايه الفريم ورك اللي انا هنتكلم عليه؟ واقول له فينش. كده المشروع بتاعك هيتعمل. المشروع بتاعك لما بيتعمل بيبقى فيه أربع فولدرات. كم فولدر؟ أول فولدر إحنا عارفين اللي هو بتاع اللايبرز. بتاع الإيه؟ اللايبرز. كان زمان بيبقى جينيكي بس، دلوقتي نزود عليه الإيه؟ اللايبرز بتاعت الأباتشي. اللايبرز بتاعت الإيه؟ الأباتشي. طيب ودي حاجه لو الا اذا كنت انا عايز اضيف لايبراري جديده، يعني لو واحد صاحبي مديني لايبراري جديده ممكن اضيفها ازاي؟ كليك يمين اد جار فايل، اد جار ايه؟ جار فايل. اختار المكان الجار اللي انا ايه عايزه. الكلام ده احنا قلناه في الايه؟ في الاس اي. المشروع ممكن يتحول لجار شويه كلاسات. لو انا عايز امبورتها معايا في المشروع بتاعي ايوه بزودها بالطريقه دي. طيب ودي مثلا بستخدمها في ايه برضه؟ بنستخدمها فاكرين الجي دي بي سي؟ فاكرين الجي دي بي سي؟ الجي دي بي سي مش كان له التعامل مع الداتا بيز؟ صح ولا لا؟ طيب مش كان له درايفر؟ ممكن اضيفه بالطريقه دي، يعني اروح على مكان الدرايفر، اروح على المكان بتاع الدرايفر لو انتم فاكرين، واروح على الميل، على اللايبرري، هلاقي الدرايفر كان اسمه ايه؟ كلاس 12 صح ولا لا؟ وبعد كده اقول له اوه هيدخل
خلاص جابك المشروع بتاعك كده ايه كده عملت الدرايفر بتاعك هنا خلاص كده استعمل معاك معايا كده طيب ادي اللايبرز ايه كمان قال لك ده سورس ما هو انا اكيد في الابلكيشن بتاعي هكتب كود جافا كلاسات وتحط هنا طيب هعمل صفحات HTML زي ما انا عايز اعمل دلوقتي هتحط فين في ويب ايه ويب بيس كونفيجريشن فايلز دي هتسيبك منها دلوقتي طيب تلاحظ حاجه بقى ايه جوه الويب بيجز ايوه هتلاقي فولدرين هنتكلم عنهم يعني هتلاقي فولدر اسمه ويب ايه ويب ان مبدئيا الفولدر ده فاضي مبدئيا الفولدر ده ايه فاضي بيتعمل فيه ايه هنشوف طيب هتلاقي فيه صفحه هو عملها اندكس دوت جي اس بي ما هياش اتش تي ام ال وهنعرف بعدين ايه الفرق حالا ما بين الجي اس بي والاتش تي ام ال طيب عمل هذا بيساعدك يعني الراجل بيساعدك وصل في الفكره قول لا يا عم شكرا حاجه ما اشوفش اتش اس بي دي عباره عن ايه بس في الاول كده مع اول وهله تحس ان هي عباره عن صفحه ايه اتش تي ام ال صح ولا يا شباب حاضر قول لا يا عم شكرا انا بقى عايز اعمل صفحه انا عايز اعمل ايه الكلام اللي انا كنت عامله هنا الكلام اللي انا كنت عامله اهو اللي هي ايه فيرست بيج وسكند بيج والكلام ده كله لا يا عم انا عايز اعمله بقى من خلال ايه النت ايه النت بيج وصل الفكرة؟ طيب نعمله ازاي؟ بروح كليك يمين نيو نيو ايه بقى؟ مش جافا كلاس امال اتش تي ام ال واقول مثلا الصفحة اللي اسمها فيرست بيج بيج واقول له عايز احطها في فولدر جديد ماشي بس الفولدر برضه هيتحط جوه مين؟ الويب ايه؟ بيج واقول له فين؟ تلاقي باي ديفولت هو عمل لك ايه؟ عمل لك اتش تي ام ال وسلاش اتش تي ام ال وعمل لك بادي وسلاش بادي وعمل لك هيدر وسلاش هيدر مستني منك العنوان عايز عنوان للصفحه ولا حاجه هقول له مثلا ابراهيم الاتباح يبقى عنوان الصفحه يبقى ابراهيم ايه؟ الاتباح طيب عايزين مثلا الكلام اللي احنا عملناه المره اللي فاتت ايه؟ ان انا مثلا اكتب له ايه؟ بول واقول له مثلا سلاش بي اي وبعدين اجي هنا اقول له مثلا ويلكم الكلام اللي احنا عملناه وبي ار واللي احنا خدناه كله المره دي صح ولا لا؟ ونقول له رن خد بالك لما تيجي تعمل كليك يمين رن مش هتلاقي هنا رن امال صفحه الاتش تي ام ال تعملها رن في الارض كليك يمين عليها رن او شيفت اف 6 او شيفت اف كام 6 تعمل رن تلاحظ مع اول رن في حاجات هتعرف تشتغل ده السيرفر اللي احنا لسه هنتكلم عنه دلوقتي اهو تلاقي الاباتشي اشتغل ايه علاقه الاباتشي او السيرفر بصفحه الاتش تي ام ال بتاعتك ده اللي احنا بنشرحه طيب صح ولا لا؟ طيب عايز اسالك سؤال ده ايه؟ الكونتكست باص الكونتكست ايه؟ باص اهي كان هيبقى بنفس اسم الابلكيشن بتاعك لا يا عم سميه اي حاجه سميه حماده ما يبقاش حاجه برضه وصلت الفكره؟ وصلت؟ طيب معايا شباب؟ طيب دلوقتي بقى ايه؟ كنا على خدنا تاجات رئيسيه في تاج لازم تعرفه ولازم نتكلم عنه اللي هو ايه بقى؟ التيبل لو انا عايز اعمل جدول لو انا عايز اعمل ايه؟ جدول بص ويندو باليت ويندو ايه؟ باليت تلاقي هنا بقى حاجات بتساعدك تلاقي هنا حاجات ايه؟ بتساعدك انا ممكن دلوقتي اعمل كده اسحب واسيب ايدي ويسالني شويه اسئله بناء عليها يكتب لي كل اتش تي ام ال بس انا حابب يا شباب قبل ما نعمل الموضوع ده نفهم ازاي التيبل في اتش تي ام ال بيلعب ماشي كده تعالى كده بص معايا على السبوره انا مثلا اهو الدنيا ماشيه ازاي انا مثلا عايز اعمل جدول ايه الجدول دوت الجدول اهو الجدول ده اي دي
ميل سلام. في كم صف؟ صفين. وفي هنا ايه؟ الرقم واحد، الرقم اثنين، النيم A وB، والسالري 100 و200. يعني عندي صفين والهيدرز بتاع الاعمال. عشان تعمل جدول بكتب تيبل وسلاش تيبل. ده الجدول. وبعدين كم صف؟ ثلاثة، واحد اثنين ايه؟ اهو تيبل رو سلاش تيبل رو، تيبل رو سلاش تيبل رو، تيبل رو سلاش تيبل رو، تي ار اختصار لايه؟ لتيبل رو. معايا يا جماعه؟ طيب. طب الخليه، الخليه تي دي، تيبل داتا سلاش تيبل داتا، تيبل داتا سلاش تيبل داتا. طب الهيدرز، الهيدرز تي اتش. ليه تي اتش؟ عشان يخليها ايه؟ بولد كده. يعني عندي التي ار يظهر عندي على الصفوف، عندي التي دي يظهر عندي على الاعمده. وصلت الفكره؟ فهو انا بيسالك عايز كم صف؟ عايز ثلاثه. طيب كم عمود؟ ثلاثه. البوردر، البوردر الحدود خليها واحد ونقول له اوكي. ما نتخضش بقى، مش عايزين نتخض اهي. بص معايا كده. اهو معايا، هو هنا بنيها من هنا من ده احنا اهو تيبل سلاش ايه؟ سلاش ايه؟ تيبل. وبعد في بقى سيبك من تي اتش دي ملهاش لازمه عشان ما تلخبطش. وتي وتي برضه دي ملهاش لازمه برضه اهي. طيب اجي هنا بقى اقول له ايه؟ تي دي تي ار، ده تي ار، ده الايه؟ الصف الاولاني، ده الصف الايه؟ الاولاني. طيب وده الصف الثاني، وده الصف الثاني، وده الصف الرابع. لا لا وانا مش قايل له اعمل لي ثلاث صفوف. ايوه ما هو ما بيحسبش الهيدر اللي فوق ده على انه صف. وصل الفكره؟ طيب وبعد كده تلاحظ ايه بقى؟ عمل لك كام عمود؟ ثلاثة. شايف الصف الثاني أو الصف الثاني في كام؟ واحد. عمود الثاني وإيه؟ والثاني. طيب تعالى بقى. طب وش معنى دي تي اتش؟ تيبل هيدر عشان يكتب الكلام على إنه بول. شايف؟ هكتب أي دي. وهنا هكتب نيم. وهنا هكتب سالاري. طيب الأي دي الأولاني أيوه 1001. طيب اسمه إيه؟ اسمه إبراهيم. طيب السالري 1000، الثاني 1002. طيب اسمه ايه؟ زياد. طيب بيبقى كام؟ 2000. طب تعالى نعمل رن هنا ونشوف. شيفت اف 6. اهو هتقول لي طيب يا باشمهندس ايوه الجدول ده عايزين نظبط فيه كده شويه حاجات. ايه؟ الويدز بتاعه، ارتفاعه، الكلام ده كله. مفيش مشكله. نروح بقى ايه؟ على التيبل. هتلاقي في بعض الخصائص زي مثلا ايه؟ الويدز. عايزها ايه؟ عايز مثلا 50% من الصفحه. 50% من الصح. طيب البي جي قلم احب اللون ايه؟ نخليه مثلا احمر ريد. طب احنا كده شفت في 6 وشوف التأثير. شايف 50% من الصفحة، صفحة صغيرة. طب كبرها كده يبقى 50% مرة. طيب هو ليه اتأثر على يعني انت حاطط اللون كله على الايه؟ على الجدول. طب بص الهيدرز خلي لك ايه؟ اهو بولد. شايف؟ طيب وده كله تي ار، الصف ده كله تي ار، والصف ده كله تي ار. طب انا اعمل لك حركه كويسه برضه. ايه؟ ايه رايك الباك جراوند دي البي جي كلر دي بدل ما هي على التيبل خدها كوبي وحطها على الصف الاولاني.
فين هيسمع في ايه؟ من الصف الاولاني بس على مستوى التي ار الاولاني. وصلت الفكره؟ طيب عايزين مثلا ايه؟ نخلي الكلام في النص. نخلي الكلام ايه؟ في النص. نقول له مثلا الاين، نقول له ايه ها؟ الاين، ايه الاين دي؟ بيساوي سنتر. نقول له ايه؟ خلي الكلام في النص، خلي الكلام ايه؟ في النص. طب هنا هنا كده هنا في النص. تعالى هنا اهو. تعالى كده شفت في سنتر ونشوف. وصلت الفكرة؟ وصلت الفكرة؟ طيب والبيجي كات، ايه رأيك نضم خليتين في بعض؟ نضم ايه؟ خليتين. بمعنى بص نعمل كده، شفت ستة شوف، عشان بس اقول لك انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اعمل كده اهو، عايز الخلية دي تضم على الخلية دي اللي هي التي دي والتي دي، ده تي دي وتي دي اللي هما الام. ايه رايك نشيل دي خالص ونيجي في التي دي ده ايه؟ نقول له كله مسبان بكام؟ ضم خليتين واعمل رن، واعمل رن ونشوف. وصلت اهو، ضمهم على بعض. طيب في حاجه بتتحط بعد الجدول على طول اسمها ايه؟ كابشن سلاش كابشن. اقول له مثلا هنا امبلي انفورميشن، عنوان الجدول. برافو عليك، شفت اف 6 امبلي انفورميشن. ماشي اهو عنوان الجدول اهو. بس شوف كلام يجي فين؟ فوق الجدول على طول. طبعا طبعا الجدول ده اول استخدام له عرض بياني، صح ولا لا؟ اكيد طبعا هستخدم الجدول عشان اعرض ايه؟ بياني. هل له استخدامات اخرى؟ اه ايوه له استخدامات ثانيه. زي ايه؟ ان شاء الله المره الجايه هقول اول الحصه الجايه باذن الله. ماشي؟ طيب عارفين من فيسبوك، الفيسبوك مثلا دي يخش عليه تلاقي دخلت فيه اي مثلا تكست عشان تدخل فيه اسمك او الايميل بتاعك، وبعد كده الباسورد، وبعد كده زرار لوجن عشان تضغط عليه، وبعد كده تشيك بوكس مثلا عشان تعلم عليه. انا عايز اعمل الحاجات دي. عايز ايه؟ اعمل الحاجات دي. لما بتتعمل تعالى بقى نعملها تحت. لما بتتعمل تعالى حاجه اسمها فورم. عمل حاجه اسمها ايه؟ فورم. نعمل كده فورم سلاش فورم. الفورم ما بتظهرش، الفورم ايه؟ لكن بحط عليه الحاجه بتاعتي. حط عليه الايه؟ الحاجه بتاعتي. اجي مثلا اقول له هنا النيم، عايز ادخل اسمه. اقول له لا، هي مش دي كنا بنروح نعمل جي تكست فيلد ونعمل اوبجكت يا عم؟ لا لا لا، مفيش الكلام ده. هنا صفحه زي ما قلنا الحصه اللي فاتت، البراوزر ما بيفهمش الا ال HTML بس. فلازم اعمل على اساس دي على انها برضه ايه؟ اتش تي ام ال. وصلت الفكره؟ طيب اعمل ايه؟ فين يا عم الانبوت تكست والحاجات دي؟ لو انا مش حافظهم اجيبهم منين اهو؟ اهي ادي الفورم اهي. كان انت كنت ممكن اسحبها بدل ما اكتبها، ما يجراش حاجه. وبعدين تكست انبوت اسحبه احطه جنبه اهو. اسمه ايه؟ فاكر لما كنت بعمل اوبجكت مثلا جي تكست فيل او مثلا جي بطن بي واحد بيساوي نيو جي بطن، كان البي واحد ده هو ايه؟ اسم الاوبجكت عشان اقدر اتعامل معاه. نفس الفكره، فانا عايز اتعامل معاه اسميه مثلا ايه؟ تي واحد تكست واحد. هل في قيمه ابتدائيه لو عايز احطها؟ طب هتكتب فيه كلام ولا هيبقى باسورد عشان يبقى جوه؟ ولا عايز هيدن؟ هيدن يعني يبقى موجود بس مخفي اليوزر ما يشوفوش. طيب الحاله الابتدائيه هل هو يبقى ديسيبل يعني يبقى موجود واليوزر ما يقدرش يتعامل معاه؟ الكلام ده عارفين. ريد اونلي يعني للقراءه فقط والعرض بتاعه. ممكن تخلي ده كله يقول اوكي كده بقى، هياخد ايه بس؟ النيم بتاعه. نوعه شايف؟ تاج اسمه انبوت. نوعه ايه؟ نوعه تكست واسمه تي واحد. طب والفاليو فاضيه.
اليوزر هو اللي هي ايه اللي هيدخل. طيب عايز احط واحد كمان اقول له ايه؟ اقول له بي ار صفر كبير، اقول له مثلا دخل مثلا ايج سنه، حط كمان انبوت تكست اهو. بس بعد اذنك مثلا هخلي ايه تي كام؟ تي 2. اقول له اوكي وهنا احط بي ار معايا كده. طيب لو عملت رن شفت في 6 هنشوفهم. اهو شايف؟ صح ولا لا؟ طيب في ايه كمان؟ في دي تشيك بوكس. التشيك بوكس اليوزر ما بيكتبش جواه، بيعلم عليه. فانا عايز اعرف هو علم عليه ولا لا، فبديله فاليو. بقول له ايه؟ بقول له اسمه سي 1، الفاليو بتاعته مثلا هو مثلا هيعمل ايه؟ هكتب جنب منه مثلا ريدنج. فانا هخلي الفاليو بتاعته ايه؟ اه بحيث لو علم عليه تبقى القيمه بتاعه السي 1 قيمتها بكام؟ ما علمش ما يبقاش ليها قيمه. اقول له اوكي، بس اكتب بقى جنب منه ريدنج. بص شفت في 6 اهي لو علم او ما علمش اهي. طيب في واحد كمان مين؟ بي ار في ده ريديو باتون. ريديو باتون مثلا هسميه ار 1، الفاليو بتاعته مثلا ام ميل الفاليو، بس اكتب جنب منه ميل. وبعد كده احط واحد تاني ايوه واسميه ار 2. هو واخد بالك انت من اسم الجروب ده؟ طيب راح اقول له ايه؟ اقول له مثلا ار 2 الفاليو بتاعته مثلا هيبقى في ميل بايف. طيب بس اكتب جنب منه ايه؟ في ميل. نعمل شيفت اف 6 بص اهو ميل يعلم، في ميل يعلم. هو في كده يا جدع وينفع؟ صح ولا يا شباب؟ طيب نعمل ايه؟ عشان كده كان بيسميها جروب، نسميها باسم واحد. هي يعني مش دي ار 2 ودي ار 1؟ لا، الاثنين بسميهم ار 1. والله اليوزر لو علم على دي هتبقى قيمه الار 1 بام، اليوزر علم على دي يبقى قيمه الار 1 باف. شفت في 6 ونشوف. دي علم دي شيل العلامه يحطها هنا وانا انا عايزه فعلا. طيب ايه كمان؟ في واحد كويس برضه نعرفه، كل دي عناصر ايه؟ اتش ايه؟ اتش تي ام ال، بس عارف مهمه لان انا هبرمجها بعد كده صح ولا لا؟ فلازم ابقى عارف. طيب دروب داون ليست، ايه الدروب داون ليست دي؟ هسميها مثلا هوبز الهوايات بتاعتك. تاب اوبشن 2. طيب اوكي الاوبشن الاولاني عايزه ايه مثلا؟ ريدنج. طب الاوبشن الثاني سويمنج. شيفت اف 6 بص اهو شايف التاج اسمه ايه؟ سيلكت جواه اوبشن اهو. الدروب داون ليست احنا عارفينها يعني سويمنج. لو اختار سويمنج ايوه يبقى الفاليو بتاعته بسويمنج. طيب الزرار، الزرار ده بيقول عليه الزرار ده خطير جدا، دي حاجه بيقول عليها سب ميت باتون اهو. ادي الباتون نوعه اول حاجه سبميت،
ريست يعني ايه؟ ينظف العناصر اللي على الفورم، لازم حاجه يشيلها. ستاندرد ده عشان جافا سكريبت مش موضوع. طيب ادي السبميت بكتب عليه مثلا لوجن او ريدمي ريجستر. ريجستر. زوار السبميت يعمل حاجه مهمه جدا. هو بصراحه بيعمل حاجتين. يفتح صفحة تاني. يفتح صفحة تاني. طب افرض انا ما قلتلوش افتح صفحة تانية، يفضل في نفس الصفحة. يبقى زوار سبميت ده بيعمل حاجتين. بيعمل يا اما يعمل صفحة تانية، وكمان ايه بقى؟ العناصر اللي انت مدخلها ياخدها للصفحة التانية. مش فاهم. بص معايا شفت كان في ستة. بص معايا. زوار سبميت ده هاي في فور. اهو انا دخلت هنا مثلا البي 1 ابراهيم، السن 28، ماشي، علمت على ميل واخترت مثلا سويمن وما علمتش على السي، سي 1 ولا شيف، قمت قايل رجل. بص ايه اللي فوق بقى؟ ده اللي فوق ده العنوان، عنوان الصفحه اللي انا فاتحها. يقول عليها اليو ار ال يونيفورم ريسورس لوكيت، وده حاجه هنتكلم عليها، بس مبدئيا هنا عنوان الصفحه. شوف لما اضغط انا ما قلتلوش افتح صفحه ثانيه، يعني هيفتح نفس الصفحه. اقول له اهو رج، فتح نفس الصفحه بس الشكل اتغير، عمل علامه استفهام وخد الحاجه اللي اليوزر ايه دخل، بحيث التي واحد اللي هو العنصر الاولاني اسمه حاطط فيه ابراهيم. طيب والحاجه الثانيه 8 تي 2 28، شايف بيفصل بينهم بعلامه اند، بيرسل بينهم علامة ايه؟ اند. وصلت الفكرة؟ طيب عايز يفتح صفحة تاني، ايه رأيك؟ نعمل صفحة تاني. عشان يبقى الموضوع كامل. اتش ام ال. نعمل سكند ريج. ريج. أو قول له فينش. اهي. تعالى هنا بقى. صفحة ثانية ايه؟ طيب. تعالى بقى هنا اهو. عايز اخلي بقى ايه؟ بص بقى ركز. عايز لما اضغط على ريزستر ده يفتح صفحة ثانية. ده من خلال الفورم بقى. خاصية في الفورم اسمها اكشن. واديله الصفحة اللي انا عايز يروح عليها. هو عارف يعني يا باشمهندس؟ شيفت اف 6. بص بقى الحلاوه دي. اهي. حط هنا مثلا ابراهيم 28 ميل، وهنا سويدي. بص هيفتح صفحه، بص فوق فيرست اهي. يعمل ايه؟ يفتح سكند وياخد الحاجات دي بقى علامه استفهام. الحاجات دي بيقولوا عليها ايه بقى؟ بارامتر. بيقولوا عليها الايه؟ البارامتر. تخيل بقى ان الصفحه الثانيه دي كود جافا، وده اللي بيحصل في الفيسبوك. يعمل ايه؟ انت بتدخل اسمك ومش عارف ايه والحاجات دي، ويقوم لوجن، لوجن ده سبميت. يفتح صفحه ثانيه، الصفحه الثانيه دي فيها كود. الكود دي بقى ياخد الايه؟ ياخد اللي مكتوب هنا ابراهيم، وياخد مش عارف ايه اليوزر نيم والباسورد، ويتشك في الداتا بيز. وصلت الفكره؟ معايا يا شباب؟ وصلت؟ ها ها، في اي سؤال؟ اي سؤال؟ طيب. معايا؟ تعالى بقى نتكلم في حاجه مهمه. ايه؟ ويب. ويب، ركزوا معايا على السطور. ويب بروجرامينج برنسبلز، مبادئ الويب ايه؟ بروجرام. هو هنا في مبادئ في الموضوع طبعا. طيب في حاجات لازم انت تفهمها. ايه؟ اول حاجه انا عندي حاجه اسمها سيرفر. السيرفر ده بيبقى عليه مجموعه من الصفحات اكس دوت اتش تي ام ال واي دوت اتش تي ام ال. طيب الصفحات دي بتفتح على حاجه مقابله للسيرفر بيقولوا عليها براوزر.
يبقى اللي بيحصل في الفيسبوك ايه؟ ان حضرتك بتفتح البراوزر تكتب الاي بي بتاع السيرفر وبعد السيرفر يبقى عندك الصفحه اللي انت عايزها. الموضوع ده بيتم ازاي؟ بيتم خلال حاجه انت بتبعت للسيرفر حاجه بيقول عليها ريكويست. يعني انت بتطلب منه صفحه معينه. بيرد عليك وهو حاجه بيقول عليها ريسبونس. قال يعني انت طلب وهو استجاب. بتطلب ايه؟ ريسورس. حاجه اشهر الحاجات اللي انت ممكن تحتاجها بيج. صح؟ معايا ولا يا شباب؟ طيب تعالى بقى ايه؟ واضح ان انا كمبرمج انا ما فيش حاجه اسمها مثلا برنامج الانترنت، لكن في حاجه اسمها صفحات الانترنت. طيب واضح بقى ان البرنامج الويب دوت مش هيبقى كلاسز وبتاع، لا هيبقى بيجز صفحات. صح ولا لا؟ تمام. عشان كده قبل ما نعرف ازاي نعمل الصفحات دي او ازاي نبرمجها، انا محتاج اعرف حاجه مهمه جدا. ايه؟ عايزين نتكلم عن البيجز. الصفحه هقول هو مش الصفحه دي ايه ده اللي احنا عاملينها؟ انت عندك حق. الصفحه دي بقى او الصفحات دي انواع. صفحات دي ايه؟ انواع. في صفحات يقولوا عليها استاتيك بيج، وفي صفحات يقولوا عليها دايناميك بيج. انا ما بحبش التعريف التقليدي، بيقول لك ايه؟ صفحات الاستاتيك هي صفحات لا تتفاعل مع اليوزر، اما الدايناميك هي صفحات تتفاعل مع اليوزر. طبعا الكلام ده صح مليون في المية. انت عايز تفهمها بطريقه سهله جدا. ايه؟ يعني ايه صفحه استاتيك؟ قال لك هي صفحه ثابته. يعني ايه صفحه ثابته؟ ثابته شكلها ثابت من مستخدم لاخر. بمعنى افتح صفحه الفيسبوك عندي وعندك، انا قاعد في الهند وانت قاعد في مصر، هيبقى شكلها عندي زي شكلها ايه؟ عندي. فهي صفحه شكلها ثابت عندي وعندك. واشهر اللغات اللي بيعملوا هذه الصفحات لغات بيقولوا عليها لغه ال HTML. يعني الصفحه لو فيها HTML بس تبقى صفحه ستاتيك، شكلها عندي زي شكلها عندي. معايا يا شباب؟ طيب اطلب منك طلب ايه؟ انا عايز صفحه اكس من HTML دي، الصفحه دي لما انا عليها يقول لي ويلكم وكل حاجه وكلام 100 100، لكن عايزه يقول لي انا فتحتها الساعه كام؟ فتحتها الساعه 8؟ يقول لي فتحتها الساعه 8. يبقى اذا بالعقل كده انا لازم اكتب كود في الصفحه، الكود ده يتنفذ عشان يحسب الساعه كام. صح ولا لا؟ تمام. طيب الكود ده لما اكتبه مش هيتنفذ ويرجع بالناتج؟ طالما الصفحه تحتوي على كود. ما هو انا مثلا دخلت الساعه 8، هتخش انت ورايا الساعه 8:05، يبقى عندي 8 وعندك 8:05، يبقى شكل الصفحه ثابت ولا متغير؟ لا، اصبح شكلها متغير عني وعنك، تبقى صفحه دايناميك. يبقى الصفحه الدايناميك هي صفحه شكلها يتغير من يوزر الى اخر. صح ولا يا شباب؟ طيب الدايناميك نوعان، سيرفر سايت وكلاينت سايت. سيرفر سايت وكلاينت ايه؟ سايت. زي ما قلت لك دلوقتي انت دلوقتي كاتب كود عشان يحسب الساعه. حلو. تعالى بقى الكود ده بقى ايه اللي حصل؟ حضرتك بعت ريكوست بتطلب صفحه اكس دوت اتش تي ام ال مثلا يعني. فايه اللي حصل؟ حضرتك قام السيرفر راح لصفحه، الصفحه دي فيها كود، الكود ده اتنفذ. الكود ده ايه؟ اتنفذ ورجع بالساعه، يعني الساعه كام؟ 8. قام الكود بتاع الجافا او اي حاجه اتنفذ، رجع وهو راجع معاك قال لك الساعه 8. يبقى اذا الكود اتنفذ فين؟ على السيرفر. وتم ارسال الناتج الى البراوزر. يبقى طالما الكود اتنفذ على السيرفر والناتج هو اللي راح للبراوزر، بيقولوا عليها صفحه ايه؟ سيرفر سايت. اشهر اللغات اللي بتعمل الموضوع ده ثلاث حاجات. لغه البي اتش بي، البراوزر ما يعرفش يعني ايه بي اتش بي،
البي اتش بي بيتنفذ على السيرفر والناتج بيروح لمين؟ للبراوزر. وفي الحاله دي الصفحه بتبقى اكس دوت بي اتش بي. لغه الاي اس بي بتاعه مايكروسوفت البراوزر عليه ما يعرفش عليه اي اس بي، ده الكود بيتنفذ على السيرفر والناتج يروح لمين؟ للبراوزر، وتبقى الصفحه اكس دوت اي اس بي اكس. لغه الجافا حاجه بيقول عليها جي اس بي، جافا سيرفر بيج، اكتب كود جافا، كود الجافا يتنفذ على السيرفر، وتبقى في الحاله دي الصفحه بتبقى اكس دوت اي جي اس بي اكس دوت ايه جي اس بي. وايه اللي عاملها؟ بص الجي صفحه ايه هو اللي عاملها، بيثبتك صفحه ايه دي بالظبط اللي حطيت فيها كود جافا. اللي يحصل كود الجافا يتنفذ على السيرفر والنبي بيروح لمين؟ للبراوزر. عشان كده الصفحات اللي احنا هنعملها سيرفر ايه؟ سايد. فواحد يقول لي سؤال ذكي يقول لي طب ما هو الساعه كده اقفل السيرفر ده في اليابان والكود اتنفذ على السيرفر اللي في اليابان، طب ما هو هيرجع في الساعه بتاعت مين؟ بالظبط بتاعت اليابان. يبقى في الحاله دي انا عايز الكود يتنفذ فين؟ على البراوزر عشان يحسب الساعه بتاعت الكلاينت. في الحاله دي بنقول عليها كلاينت سايد. بمعنى ايه بقى صفحه كلاينت سايد؟ يعني الكود يتم ارساله الى البراوزر، يعني الكود كده العك اللي انت عكته هيروح لمين؟ والبراوزر هو اللي ينفذه. اشهر اللغات اللي بتعمل الموضوع ده الجافا سكريبت. هتقول لي هي الجافا سكريبت زي الجافا؟ اقول لك لا. الجافا سكريبت نشروا اسماء، كان في شركه اسمها نت سكيب عاملاها. فعايزه تشهر اللغه. اشهر لغه كانت مشهوره لغه الجافا. فقال لك من جو السعيد نسعى نسمي نفس اللغه بتاعتنا بنفس جافا، بس زودوا عليها كلمه ايه؟ لكن دي حماده ودي حماده ثانيه خالص. وصل للفكره؟ الجافا سكريبت هي ايه؟ لغه يتم كتابتها مع ال HTML ويتم ارسالها الى البراوزر ويتم تنفيذها من خلال مين؟ البراوزر. وصل كده؟ وفي برضه فيجوال بيزك سكريبت. وصل الفكره يا شباب؟ يبقى اتمنى ان احنا نبقى عرفنا انواع الايه؟ الصفحات. انا هتعلم ايه؟ الجي اس بي. بتوع البي اتش بي يتعلموا البي اتش بي، بتوع الاس بي يتعلموا الاس بي. وصل؟ وكان ده مفهوم عن الايه؟ البيجت. مفهوم عن الايه؟ البيجت. وده اللي احنا بقى هنبتدي نتعلمه بقى ايه؟ هنعمل جي اس بي. هنعمل ايه؟ جي اس بي. ابتداء من المره القادمه. طيب. في اسئله انا حابب ان انا اجاوب عليه. ايه؟ اول حاجه ايه الفرق ما بين الويب ديفلوبر والويب ديزاينر؟ دي شغلانات يعني في مهنه اسمها ويب ديفلوبر ومهنه اسمها ويب ايه؟ الويب الابلكيشن اللي انت هتعمله او صفحه الفيسبوك دي مثلا لازم يبقى شكلها حلو ولازم يبقى الكود بتاعها كويس. بمعنى انا دايما بشبه الابلكيشن بايه؟ لو احنا مثلا جروب اهو عايزين واحد يقف يتكلم عننا، عايزين واحد يقف يتكلم عننا، ايه رايك نختار واحد مثقف دماغه كويسه بيعرف يتكلم عنده معلومات بس شكله وحش، لا مش بيجامه ولا مش شبشب، ينفع؟ طبعا لا. طب افرض نختار واحد لابس بدله شيك جدا بس تيجي تتكلم معاه تحس ان هو ايه ما بيعرفش يتكلم، ما عندوش معلومات. ينفع يتكلم علينا؟ لا. لازم الراجل ده يبقى شكله حلو وكمان بيعرف يتكلم، صح ولا لا؟ كذلك الابلكيشن لازم يبقى شكله حلو، ودي مسؤوليه الديزاينر. طيب افرض صفحه الفيسبوك شكلها جميل بس بكتب اي حاجه واقول لوجن يخش، ينفع؟ طبعا لا. يبقى لازم اكتب فيها كود، لازم زرار لوجن بتاع الفيسبوك ده اكتب فيه كود. ودي مسؤوليه الويب ديفلوبر. الويب ديزاينر لازم يعرف HTML كويس، لازم يعرف CSS، لازم يعرف فوتوشوب، لازم يعرف دريم ويفر. الحاجات دي كلها لازم هو عارف عشان يطلع شكل كويس. الديزاينر بيديني حاجه اسمها تمبلت،
الشكل بتاع الموقع. اخده انا ايه بقى؟ احط التاتش بتاعي ابرمجه. ودي حاجه هنعملها في البروجكت في الاخر ان شاء الله. وصل الفكره؟ وصل. يعني انا بقى هبقى ايه؟ انا هبقى ويب ديفلوبر. بتوع البي اتش بي ويب ديفلوبر، بتوع الاس بي ويب ديفلوبر، بتوع الجي اس 3 اللي هي احلى جافا برضه ويب ايه؟ ويب ديفلوبر. اتمنى يكون السؤال ده مفيش فيه مشكله. طيب في برضه سؤال محير الراي العام، يقول لك ايه؟ ايه الفرق بين الويب ابلكيشن والويب سايت؟ على فكره الاسئله دي اسئله انترفيو وعيب ان انت ما تبقاش عارف. بص يا سيدي، انا عندي شركه مقاولات. شركه ايه؟ مقاولات. شركه مقاولات دي عايزه تعمل ايه؟ عايزه يعني ترفع صور برنامج، ترفع عليه الصور عشان الناس تشوفها وتشوف احدث الاوفرز بتاعته ايه وكل الحاجات دي. قال لك اه ده محتاج ويب سايت، حاجه تعريفيه بالمكان، حاجه تعريفيه للايه؟ اهم حاجه في الويب سايت الشكل. لازم شكل كويس. ده يبقى واجهه للايه؟ واجهه للشركه. بنك مثلا، البنك ده برضه محتاج ايه؟ محتاج يعرف العملاء بتوعه ايه اخر الاوفرز بتاعته، ايه اخر الـ 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 السندات بتاعته، نوعها ايه وكده، فروعه، خطه اصحاب كده. الحاجات دي كلها اه الويب سايت الشكل فيها اولا. طيب بذمتك بقى ايه؟ مش البنك ده او مثلا الشركه دي محتاجه مثلا برنامج عشان شؤون العاملين، برنامج علشان مثلا الحسابات، برنامج عشان المخازن. اه ده ويب ابلكيشن. ويب ابلكيشن ينظم المكان، يمانج، ينظم الحسابات، ينظم شؤون العاملين، ينظم المرتبات. وصل الفكره؟ وصل. اهم حاجه بقى في الويب ابلكيشن يبقى ستيبل، يبقى سكيور، وبعد كده برضه يعني ما يضرش برضه ان الشكل برضه يبقى كويس، لكن الشكل مش في المقام الاول. اقول تاني، الويب سايت غرض ايه؟ دعائي. اعمل واجهه للمكان، احط عليه مثلا عناويننا، الاوفرز بتاعتنا، المنتجات بتاعتنا. اما الشركه نفسها، الشركه نفسها محتاجه برنامج يمانج. وصل الفكره؟ فده نقول عليه ويب سايت، وده نقول عليه ويب ايه؟ ابلكيشن. الجي اس بي او الجافا منتشره جدا في الويب ابلكيشن. البي اتش بي منتشره جدا في الويب سايت. الاي اس بي كعامل مايكروسوفت تلاقيها مثلا ماسكه عصايه من الوسط هنا وايه؟ وهنا. وصلت الفكره؟ وصلت الفكره؟ نعم. وتلاقيهم اللي هم رافعين لهنا ولا ايه؟ معايا كده؟ طيب كلام جميل كده يا جماعه. يبقى احنا جاوبنا على يعني فهمنا الدنيا ماشيه ازاي. ان شاء الله المره اللي جايه برضه هيبقى ويب ابلكيشن 2 ويب بروجرامنج 2 برضه مبادئ. بعد كده هنبدا في اول حاجه اسمها السيرفر. هنعرف بقى ازاي اعمل برنامج جافا، والبرنامج جافا ده ازاي اتكلم على البراوزر والكلام ده كله. يعني اتمنى يكون الموضوع بالنسبه لكم ايه؟ سهل ومفيش فيه مشكله. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله.